أبتي. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحمل، تحرق معه الأبقار. مرحبا 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 أحبائي، شكرا. عمو يزيد راه فرحان بزاف لكم معاه اليوم في هذه الحصة الجميلة، في هذه المزرعة الجميلة. أحبائي أحبائي، أكون فرحانين لكم أنا؟ نعم. برافو. إذا أنتم يا أحبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما هاد الأطفال اللي محضرين معنا اليوم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي، لما تشاركوا للحضور شوية تعصب، لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل كما راكم ومن كل ربوع الوطن. أحبائي أحبائي، على بالكم باللي في هذه الفترة، هذه يوم 8 سبتمبر هو اليوم العالمي لمحو الأمية. على بالكم أحبائي باللي الجهل، على بالكم باللي الجهل مضر بالمجتمع، مضر. لذا دائما ندفعكم باش تقراوا أحبائي. على بالكم باللي الأمية والجهل هي التي تدمر المجتمعات. يجب العلم يا أخي. واش يقولوا؟ اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، اطلبوا العلم ولو في الصين. برافو برافو. العلم نور والجهل ظلام أحبائي. إذا 8 سبتمبر هو اليوم العالمي لمحو الأمية. لذا احنا في الجزائر عندنا سياستنا وحتى المجتمع المدني تاعنا وكامل عندهم أهداف لمحو هذه الأمية هذه، باش ما تكونش كامل والناس كامل تكون تعرف تكتب وتقرأ. يا أخي أحبائي، واش رايكم نروحوا نستقبلوا دركا بريد أصدقائنا الأطفال اللي راح يجيبهن ساعي البريد؟ تعال وليدي تعال، جبنا البريد. وانتم أحبائي إذا حبيتوا تراسلونا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com. تعال وليدي تعال، واش رايك؟ ما عيطش اليوم؟ عيط شوية؟ لأنه ساعي البريد يوزع البريد في كل مكان. إذا واش جبت لنا؟ البريد تاع من؟ الأطفال. الأطفال تاع أصدقائنا الأطفال. إذا ضعه في علبة البريد وليدي، باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم. وانتم أحبائي إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وعمو يزيد راح يقرأ البريد تاعكم هنا. أحبائي، كاين واحد اللغز، تحبوا الألغاز؟ هو سؤال. مع السلامة مع السلامة. شكرا 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 ولدي، باي باي. سؤال اليوم يقول: ما هو عدد ولايات الجزائر حاليا؟ الآن كم هو عدد ولاية الجزائر، ومنذ أي سنة أصبح هذا العدد؟ أعيد اللغز: كم هو عدد ولايات الجزائر الآن، ومنذ أي سنة أصبح هذا العدد؟ إذا أنتم كذلك أحبائي تقدروا تجاوبوا على اللغز عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز كما أصدقائنا اللي رام هنا. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. على بال بلي شاطرين أصدقائي، فكروا لغاية نهاية الحصة في الجواب عن اللغز. أنتم أصدقائنا اللي بيشوفوا فينا، وإحنا نروحوا دركا نكتشفوا حيوان اليوم مع دنيا بنتي في فقرة حيوان اليوم. اليوم راح نتعرفوا عن الكلب أحبائي. إذا تفضلي دنيا تفضلي.
إذن أحبائي رحبوا معايا بدنيا في فقرة حيوان اليوم. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. الكلب، الكلب هو من الحيوانات الأليفة، ينتمي إلى فصيلة الثدييات، يعتبر من الحيوانات القريبة للإنسان. للكلاب عدة أنواع، تمتلك الكلاب مخالب حادة في أقدامها تساعدها على الركض بسرعة فائقة، تمتلك أسنان حادة جدا وتستخدم لأغراض متعددة مثل الحراسة والصيد، تتميز بحاسة شم قوية، تعد من الحيوانات المخلصة لصاحبها وتعمل على حمايته. تتكون عائلة الكلاب من الكلب والأنثى تسمى بالكلبة والصغير بالجرو، يسمى صوت الكلاب بالنباح. برافو 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 بنتي، برافو برافو. إذن شكرا أحبائي، الكلب هو رفيق الإنسان، يحميه ومخلص ووفي يا أخي. أحبائي وإحنا في هذه المزرعة الجميلة، شكون هو اللي يحرث الأرض ويزرعها؟ الفلاح. إذن عمو يزيد دلكم أغنية جميلة جميلة نحيي فيها الفلاح، تغنوها معايا. عنوان الجد يا فلاح، تغنوها معايا. يلا نغنوها مع بعض. عنوان الجد يا فلاح، تنهض في كل صباح، تزرع وتجني لا ترتاح، تحيي في الأرض الأفراح. عنوان الجد يا فلاح، تنهض في كل صباح، تزرع وتجني لا ترتاح، تحيي في الأرض الأفراح. يغدو يمضي نحو الحقل ويسابق أنوار الفجر، في يده تنمو الخيرات، ينمو الحب والإيمان. يغدو يمضي نحو الحق ويسابق أنوار الفجر، في يده تنمو الخيرات، ينمو الحب والإيمان. عنوان الجد يا فلاح، تنهض في كل صباح، تزرع تجني لا ترتاح، تحيي في الأرض الأفراح. وله ندعو طول العمر، يزرع حقلا للأجيال، يملأه ثمرا وغلال نحو الأفق والتلال. وله ندعو طول العمر، يزرع حقلا للأجيال، يملأه ثمرا وغلال نحو الأفق والتلال. عنوان الجد يا فلاح، تنهض في كل صباح، تزرع تجني لا ترتاح، تحيي في الأرض الأفراح. يملأ بالخير الأرجاء، يغمرها حبا ونماء، لتصير جنانا خضراء، لتصير حدائق غناء. يملأ بالخير الأرجاء، يغمرها حبا ونماء، لتصير جنانا خضراء، لتصير حدائق غناء. عنوان الجد يا فلاح، تنهض في كل صباح، تزرع تجني لا ترتاح، تحيي في الأرض الأفراح. ما أسعده من إنسان، يحيا برخاء وأمان، يعيش بحفظ من الرحمن، يعيش بحب وأمان. ما أسعده من إنسان، يحيا برخاء وأمان، يعيش بحفظ من الرحمن، يعيش بحب وأمان. عنوان الجد يا فلاح، تنهض في كل صباح، تزرع تجني لا ترتاح، تحيي في الأرض الأفراح. برافو 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 برافو، تحيي في الأرض الأفراح أحبائي، عنوان الجد يا فلاح. إذن تحية تقدير وإجلال للفلاح يا أحبائي. أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن نروحوا مع مونينوز لجنب ألعاب الخفة. تفضل عمونينوز، تفضل تفضل تفضل. إذن أحبائي رحبوا معي بعمونينوز، تفضل 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 عمو، تحية تحية.
شكرا 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 شكرا. اذا احبائي عجبتكم العاب الخفه؟ دركا نروحوا في فقره هل تعلم مع الدعاء نكتشف معلومه جديده. اذا تصفيق على دعاء، تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. اذا تصفيقه على دعاء، تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا اطفال. مرحبا. هل تعلم ان الماء عنصر مهم في الزراعه ولا يمكن الاستغناء عنه؟ برافو 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 بنتي برافو برافو برافو. اذا الماء هو عنصر مهم جدا في الزراعه ومن غير الممكن الاستغناء عنه يا اخي احبائي. وحنا في هذا المواسم هذه لازم نحافظوا على الماء يا احبائي. يا اخي الانسان مثلا لما يكون يغتسل ويكون يدير في الصابون مثلا لازم يغلق الماء، لما تكون تغسل في اسنانك لما تكون لازم تغلق الماء وتفتحه كي تحتاجه. يا اخي ما تخليش يسيل هكذا وانت تغسل في اسنانك ولا تدوش ولا يا اخي ولا تاخذ، لازم ترد بالك. حتى لما تكون تسقي في الاشجار ولا تغسل في السياره مع ابي مثلا ولا، لازم الماء ما تخليش يسيل هكذا وانت ماشي محتاجه يا اخي. احبائي تحبوا الحكايات؟ نعم. عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه جميله جميله جميله، هي حكايه اشاعه في الغابه. يلا اذا احبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه اشاعه في الغابه. واحد النهار كان واحد الارنب كان نائم تحت واحد الشجره، كان راقد. تحت عليه كان هذيك شجره الجوز، تحت عليه حبه تاع الجوز فوق راسه. كان راقد هكذا تخلع ناض هكذا، هو عم بالو واحد الصياده ويصيد. واش يدير؟ راح يجري هكذا، راح يجري عند الغزاله. قالها على بالك واحد الصياد راه هنايا في الغابه ويصيد فينا. تخلعت الغزاله هذيك راح تجري 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 تجري، راحت عند النمر. قتلوا واحد 10 تاع الصيادين راهم يجروا، راهم جايين يصيدونا هربوا. ومن بعد راحوا، من بعد كي راحوا عند الزرافه قالوا لها الزربي الزربي، راح قيل لهم في الغابه بلي كاين 100 تاع الصيادين رايحين يصطادونا. ومن بعد مشاو بعد راحوا عند الحمار قالوا له روح زرب زرب قول لهم بلي كاين الاف تاع الصيادين راهم جايين. ومن بعد كي راحوا عند الاسد قالوا له راه قالوا لنا بلي كاين عشرات الالوف تاع الصيادين راهم جايين يصيدونا. داروا هما حاله اندروا كاع، داروا اندار، داروا حاله طوارئ في هذيك الغابه، وجابوا كاع الحيوانات وكامل جابوا كاع الحيوانات وراحوا داروا حاله طوارئ في هذيك الغابه، وراحوا رفدوا كاع الحيوانات وراحوا لهذوك الصيادين يحوسوا عليهم. طلعوا في الفوق قالوا للطيور كيما النسر كيما، قالهم روحوا الفوق وحلقوا في السماء الفوق وشوفوا ان هاد الصيادين وين راهم. راحوا ولاو قالوا لهم ما كان والو. قالوا كيفاش؟ قالوا لنا بكاين عشرات الالوف تاع الصيادين راهم جايين. ومن بعد الاسد فهم، عيط للحمار قالوا تعال تعال. قالوا شكون اللي قال لك؟ قالوا قاتلي الغزاله. قالوا شحال قاتلك؟ قالوا انا قاتلي كاين عشرات الالوف تاع الصيادين. بعد راح عند الغزاله قال انت شكون قال لك؟ قالت له نجي عندي الكلب. قال الكلب وشحال قال لك؟ قالت له انا قال لي 1000. ومن بعد راح وبدا يسقسي فيهم يسقسي فيهم حتى وصلوا وراحوا عند الشجره الاولى اللي كانت تحتها الارنب هذيك شجره الجوز. صابوا بلي الجوز طايح في الارض. قالوا انت هنا واش كنت تدير؟ قال لهم كنت راقد انا. قالوا كي نط شفت الصياد؟ قال لهم لا لا ما شفتوش بصح عم بالي الصياد. فاقوا بلي الارنب خلع برك، هو ما كان الصياد لا والو، وراح كبر هذاك الموضوع وراح قال لهم بدون ما يتحقق من المعلومه تاع احبائي راح دار هذيك حاله الطوارئ في الغابه هذه. يا يزيد عمو يزيد، الحكمه من هذه القصه هي انه من الخطا ان ننشر خبرا من غير ان نتاكد من صحته، فقد يكون سببا في اخافه الناس وهلعهم ومن غير سبب حقيقي. برافو 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 أرنوبة، برافو برافو. إذا أحبائي من الخطأ أن ننشر خبرا بدون أن نتأكد من صحته يا أحبائي، لازم الإنسان يتأكد من صحة الخبر قبل ما ينشره يا أخي باش ما يخوفش الناس يا أخي أحبائي. يلا
إذن أحبائي كما قلت لكم مقبلة، الإنسان لازم يفكر قبل ما ينشر خبر خاطئ. هذاك الخبر قادر يخوف الناس، دونك لازم دائما نتحقوا من صحة الخبر. يا أخي أحبائي برافو برافو. واش رايكم دركا نروحوا الفقرة الجميلة، هي فقرة تعرف على مدينتي. اليوم نروحوا نتعرفوا على مدينة المنيعة مع خلود. تفضلي خلود بنتي، تفضلي تفضلي. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. مدينة المنيعة كانت تسمى الجولية سابقا، تقع في جنوب الجزائر، تعتبر بوابة للصحراء الكبرى، يحدها شمالا ولاية غردايا، ومن الجنوب عين صالح، ومن الشرق ولاية ورقلة، ومن الغرب تميمون. تقدر مساحتها ب 662,215 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 57,276 نسمة، وتضم دائرتين وأربع بلديات. تحتوي على مياه جوفية في المنطقة مصنفة من النوعية العالية، وتساعد في قطاع الزراعة خاصة. تتمتع المنيعة بخصوبة تربتها، فهي تتربع على مساحات فلاحية مخصصة لزراعة الفواكه، وكذلك لتربية المواشي والدواجن. توجد بها عدة معالم أثرية وتاريخية نذكر منها: القصر القديم العتيق، الكنيسة الكاثوليكية، إضافة إلى واحات النخيل والبحيرات مثل البحيرة المالحة. برافو 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 برافو. أحبائي ولاية المنيعة ومدينة المنيعة مدينة جميلة جميلة، وفيها زراعة زراعة كبيرة، معروفة درك مدينة المنيعة بالزراعة نتاعها بالأراضي الخصبة. إذن تحياتنا لكل سكان ولاية المنيعة وكاع مدينة المنيعة كذلك. لحقنا درك أحبائي الفقرة النكت، اضحك معنا. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون عنده نكتة جميلة؟ تعالي تعالي بنتي احكي لي النكتة تاعك. تعالي تعالي أروحي. واسمك بنتي؟ إكرام. إكرام الله يبارك. شحال في عمرك إكرام؟ 10 سنين. 10 سنوات وشاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. احكي لي النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد الشيخ سقسى التلاميذ تاعو، قال لهم واش يقولوا نجمة بالفرنسي؟ رفع واحد يدو قال لهم، قالوا يقولون ليتوال. ليتوال. قالوا اعطيهاني في جملة، قالوا ليتوال يقعد من اللور ولي يقصر يقعد من القدر. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو، شاطرة. تعالي تعالي بنتي. تعالي تفضلي. واسمك؟ ريما. شحال في عمرك ريما؟ 8. 8؟ 8 سنين. 8 سنين وشاطرة؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. احكي لي تاعك بنتي. قال لك واحد الراجل راقد ناصب كلش حمار، كلش درام حمراء كلش، خرج برا صب كلش حمار. نحكيها لك بالصفر. تحكيها لي بالصفر. برافو 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 بنتي، برافو. صب درام كاع حمراء وحبيتي تحكيها لنا بالصفر ومن بعد بالاخضر. برافو برافو بنتي، برافو برافو. أحبائي الحقنا دركا الفقرة رسائلكم. هذه الفقرة هذه وين عمو يزيد يقرأ رسائل تاع أحبائنا الأطفال اللي جابهم لنا ساعي البريد ودرناهم في علبة البريد. إذن ميميشا جيب لنا البريد تاع أصدقائنا الأطفال باش عمو يزيد يقرأه، وانتم أحبائي إذا حبيتوا ترسلونا باش عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم. ما عليكم اللي توجهوا الموقع على الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. تحية. شكرا 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 ميميشا، شكرا. إذن الرسالة الأولى: بالعيدوني يحيى 11 سنة، مدينة وهران. يا سلام وهران الباهية. قالكم أنا أحبك يا عمو يزيد وأتمنى الشركة في حصتك، نشكرك لأنك فرحت الأطفال. ربي يطول عمرك بالعيدون يحيى، نحن في الخدمة ونحب أطفالنا دائما يكونوا فرحانين. الرسالة الموالية:
بشرير مريم 13 سنة من الجزائر العاصمة من بير خادم، قالت لك أنا أحبك يا عمو يزيد وأريد أن تقرأ رسالتي وأتمنى المشاركة معك في حصتك. بشرير مريم بنتي 13 سنة، نقرأ الرسالة تاعك وتشاركي معنا في الحصة إن شاء الله بنتي. الرسالة الموالية: شلي إيناس ماريا 10 سنوات من باب الزوار من الجزائر العاصمة، قالت لكم الحصة رائعة فقط لو تدعموها بأركان لها علاقة بالدراسة حتى تزيدنا إفادة كالرياضيات واللغة العربية. ولما لا ولما لا بنتي، الحصة راهي تربوية في قالب ترفيهي إن شاء الله، ولما لا تكون تعليمية إن شاء الله إن شاء الله، ربي يوفقكم في الدراسة على كل حال. الرسالة الموالية: برايكية يوسف سامي 3 سنوات مدينة برج الكيفان الجزائر العاصمة، هذه خالته، قالت لك يوسف سامي ابن أختي يحب الحصة ويتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح، أحبك يا عمو يزيد. يوسف سامي برايكية، عمو يزيد تاني يحبك بزاف بزاف بزاف. بركي رفيدة بومرداس، يا سلام على الناس بومرداس، 13 سنة، قالت لكم واصلوا واستمروا في هذا مشوار في هذا المشوار فأنتم سر سعادة الأطفال يا عمو يزيد، واصل فأنت سر سعادتنا كذلك، ربي يحفظك. باركي رفيدة عمو يزيد تاني يحبكم بزاف بزاف، وأنتم كذلك سر سعادة عمو يزيد أحبائي. شكرا شكرا شكرا. إذن عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة الجميلة الجميلة. ودركا الحقنا لفقرة الجواب عن السؤال. السؤال قال: كم يبلغ عدد ولايات الجزائر؟ ما هي عدد سكان ما هي عدد ولاية الجزائر الآن؟ ومنذ أي سنة أصبح هذا العدد؟ شكون عنده جواب؟ تعالي بنتي أروحي تعالي، عاودي ذكريهم باسمك. ريما. ريما، كم هو عدد ولاية الجزائر؟ 28. لا لا أكثر شوية بنتي، لا 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 لا، تعال أروح ولدي. واسمك؟ صابر. صابر، ما هو عدد ولاية الجزائر؟ 58 ولاية. برافو، 58 ولاية. في أي سنة أصبحت 58 ولدي؟ سنة 2021، يعني السنة اللي أنا فيها. برافو برافو، تعال تعال وليدي تعال تعال، احنا نحبوا الشاطرين. تعرف بعض الولايات اللي زادت؟ كم زادت من ولايه؟ شحال كنا مقبل؟ 48 ولايه. كنا 48 ولايه، في 2021 اصبحنا 58. تعرف بعض الولايات اللي زادت؟ وحده تكلمنا عليها غير درك، كانت المدينه اللي دارت تعرف على مدينتي، واش هي مدينه؟ المني المنيعه. تعرفوا بعض الولايات احبائي؟ المنيعه، تيميمون، برج باجي مختار، عدة ولايات، عدة مدن أصبحت ولايات باش ينقصوا على الناس العناء أحبائي إداريا. إذا تهانينا نهنئوا كامل سكان خاصة الجنوب اللي راح تنقص عليهم عيب كبير 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 في التنقل. إذا أعطيني الهدية تاعو. إذا وليدي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية على شطارتك. شكرا لك. العفو وليدي العفو، تفضل تفضل تفضل. العفو أحبائي، في كل مرة نحتفلوا بعيد ميلاد طفل ولا طفلة هنا في البرنامج. اليوم عندنا عيد ميلاد جيهان الخلف، تعالي بنتي تعالي. إذن أصدقائنا روحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها وحنا نغنوا لجيهان عيد ميلادك أحلى عيد. تعالي جيهان روحي، يلا ميميشا جيبي لنا جيهان، هيا جيبيها رفديها جيبيها يلا. وقل لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي مهم يا سعيد.
أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. اذا احنا نشعلوا الشمع الجيهان وانتم يا احبائي ما تشعلوش الشمع، الكبار هما يشعلوا لكم الشمع باش ما تحرقوش. يا اخي ديروا معايا العد التنازلي، عرف ليها باش تقدر تنسف الشمعه. ديروا معايا العد التنازلي لجيهان، 4 3 2 1 طفي الشمعه. برافو 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 برافو. اذا اعطي لي الشهاده تاعها. اذا جيهان عمو يزيد يعطيك هاد الشهادة هذه لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد، كل واحد باسمه أحبائي. وجيهانو هاي ليك هذه الهدية تاعك. إذن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هاد الهدية هذه، إن شاء الله تستفادي بها. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير، سنونا في نفس التوقيت، نحبكم احبائي، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم لا تنسوا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.